أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. طبعا أنا أخذت مكان زميلتي سميحة بس لأنها راحت بريك غدا، وأنا هنا حاب أحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الدايت والحميات الغذائية. طبعا يعني في أمثلة للحميات الغذائية مثل حمية البروتين، حمية السعرات الحرارية، في كتير أمثلة غريبة وعجيبة إحنا ما بنعرفها. للحديث عن هاي الحميات معانا أخصائية التغذية أستاذة نسمة الرشيق. أهلا وسهلا فيك أستاذة نسمة. أهلا فيك. طبعا زي ما حكيت في المقدمة إنه الصبايا صار عندهم هوس عشان يوصلوا لجسم رشيق يعني وينحفوا، التجأوا لعديد من الأشياء زي الألعاب الرياضية، الحبوب. بس أنا بعد دراسات معمقة توصلت لرجيم على 3 مراحل. أنا كتير متحمس أعرف إيش هاي المراحل، أنا أكيد المشاهدين حابين يعرفوا. فشو رأيك تبلشي بأول مرحلة؟ أول مرحلة بتحكي أو اسمها طب هزة شمال طب هزة يمين. مش هاي اسم أغنية؟ اسم أغنية؟ معناته نرقص وهيك عشان ننحف ولا؟ لا، يعني لما حدا بيعرض عليك أكل إيش بتعمل؟ باكل. عشان هيك وزنك ما شاء الله. لا مش هيك، يعني لما حدا بيعرض عليك أكل أول إشي إيش تعمل؟ إيش؟ نفس عميق، ترفع راسك، طب هزة شمال طب هزة يمين، يعني بترفض الأكل. بس يعني أنا هنا بدي أقاطعك شوي، يعني في ريحة أكلات بتدغدغ الأنف ما بتخلي الواحد يعرف يقاوم. أنا عملت حساب نفسك الضعيفة وحطيت خطة استدراكية للمرحلة الثانية واسمها ابعد عن الشر وغني له. وهاي كمان أغنية. لا أنت متأكدي أنك أخصائية تغذية مش أخصائية أغاني؟ عم بمزح معك، كملي تفضلي. يعني بتبعد عن كل إشي بسمنك مثل الصور، مثل الميزان، الأواعي الضيقة. يعني أصلاً حلو أنك تلبس أكبر من قياسك بنمرتين ثلاث. يعني حلو انتوا بتراعوا شعور الناس ورغباتهم. حلو. هالعمر يومين ليش نتبع حمية غذائية اشبه بالتعذيب؟ مرة هيك ومرة هيك. شايف صرت زيك بروح شمال يمين. طيب انا بدي اسالك سؤال، يعني هلا لو واحد فقد السيطرة ومش قادر يلتزم باي مرحلة من هذول المراحل ايش ممكن يعمل؟ هون انت بتكون وصلت لمرحلة بطلنا نعشق ونحب، ما هي خربانة. وهون بيشتغل عندك الكرم الحاتمي والعدالة المطبخية والدليفري، وبتصير كل يوم تعزم أصحابك وأحبابك وقرايبك على وجبات دسمة وحلويات عشان يصيروا يعني وزنهم هيك زيك ناصحين، وبعدين بتحكي علي وعلى أعدائي. هاي تاني مرة بتحكي لي عن جسمي إنه ناصح. أنا يعني جسمي شايفه منيح. بدك شوي يعني بدك شوي. يعني ألتزم هذول المراحل بصير منيح تحصل على جسم مثالي والله. طيب وهلا صار لازم نودعكم، عرفتي كيف؟ فانا بدي اتشكرك استاذه نسمة. العفو. يعني واكيد انا راح استفيد من هذول المراحل، واكيد مشاهدينا حيلتزموا فيهم، ولازم كل الصبايا يتبعوا اللي انا حكيته بيحصلوا على جسم مثالي. طبعا اكيد انا واثق من هذا الاشي. ولهون نتشكرك، وخلينا نرجع لزميلاتنا بالاستديو.